دي صورتي انا والكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، كنا معزومين في فرح المستشار القانوني للنادي الاهلي ابنه، وطبعا قابلت اخويا وصديقي الكابتن الخطيب اللي انا عايز ابعث له بنداء من هنا. اتفضل. الجيل ده جيل محترم قوي، وجيل كله اصدقاء، وكله يعني على علاقة رائعة جدا يا كابتن عبد الناصر. انا بيحز في نفسي جدا ان يكون فيه ولو ذرة زعل بين اتنين كباتن كبار قوي، كابتن مصطفى يونس وكابتن الخطيب. اتمنى كابتن الخطيب من هنا يسمعني. انا ممكن اخد الكابتن مصطفى يونس ونروح على النادي الاهلي عشان نقابل الكابتن الخطيب. قبل الهوا قلت لي انا عينيا دمعت على دموع مصطفى يونس في الاستوديو في حلقات الجمعه. طبعا طبعا يعني طبعا حزت في نفسي جدا جدا جدا. وانا بناشد الكابتن الخطيب ان احنا زمايل عمر، ومن وما عادش في العمر، وما عادش في حاجه، وانتوا كباتن كبار للنادي الاهلي، وانا يعز عليا جدا ان انا اشوف العلاقه كده يعني. فيا ريت كابتن الخطيب يسمح لي ان انا اجي ازوره في النادي الاهلي انا ومصطفى يونس. الكاميرا مع الكابتن حلمي، انا مش هتكلم. لا بجد يعني اتمنى يعني ان الكابتن الخطيب يكون سامعني ويسمح لي بده. انت لك مكانه كبيره عند الخطيب والاهلاويه. لا انا يعني انا بحترمهم جدا، وبعدين احنا اخوات، احنا لنا عشره عمر عبد الناصر. بس انت كابتنهم متهيألي. انا اكبر منهم شويه. حاجه بسيطه يعني. لكن احنا اصدقاء الى الان من ساعه ما كنا بنلعب لغايه دلوقتي. يعني الخطيب بيعزمني في افتتاح الفرع في النادي الاهلي. شفتك. فرع النادي الاهلي. شوفك في كل المناسبات. يعني لا احنا اصدقاء. انت الكابتن حسن شحاته، الكابتن فاروق جعفر، الكابتن احمد عبد الحليم، الكابتن نصر ابراهيم، كلنا الخواجه غانم سلطان. الخواجه غانم سلطان، يعني ما في مره تجد الخطيب الا يذكركم بكل شيء. لا واحنا كمان احنا بنحبه جدا، ونحب اخواتنا واصدقائنا في النادي الاهلي. الجيل بتاعنا ده تمام. اصدقاء جدا، مصطفى عبده، مصطفى يونس، مختار، عامر الشيخ، كل محسن صالح، كل دول اخوات. كابتن هل يستطيع نداء حلم اولان ان يصل لقلب وعقل الكابتن محمود الخطيب وهو في المانيا؟ نتمنى له الشفاء يا العاجل. رب يجي بالسلامه. وباذن الله انا هتصل بيه لما يرجع باذن الله، وهحاول اعمل الكلام ده، ويا ريت يبقى الاقي عنده رد فعل ايجابي باذن الله يعني. طيب، بناء على طلب حضراتكم الكابتن حلمي خلانا يعني نواصل لحظات التسامح الجميله، مننا للكابتن مصطفى يونس وللكابتن محمود الخطيب نعيد هذا الكليب اللي كان ترند مصر الاول الجمعه الماضيه، ويا رب صوت الكابتن حلمي يصل ويساعدنا في وصوله. كمان نداء الى عمنا المحترم الحاج جمال الجرحي، وانا اعرف مدى مكانه الخطيب في قلبه. وفي هذه الأيام نداء الكابتن حلمي الغير مرتب. والله الغير مرتب، أعتقد أنه من القلب وسيخرج إلى القلب. والكابتن مصطفى يونس كان صادقا وتحدث معنا الجمعة الماضية من القلب حقيقة. مصطفى يونس، مصطفى بيرقص للخطيب وعيشه يا قلبي ودك انت بعد الاهلي قوي، وزي يوم قلبك نداني هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي. يا صديق عمري واحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي. يا صديق عمري واحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي. في ليالي وحدتي بتدق بابي، في ليالي وحدتي بتدق بابي.
قلبي وعمري باب قلبي ما صدق يا صديقي. ادي يدك ادي يدك ادي يدك ادي ودك قلبي ودك. ادي يدك ادي يدك ادي ودك قلبي ودك. انت بعد الاهل قلبي وزي يوم قلبك نادي هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي. ادي يدك يا صديقي ادي يدك. أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا. أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا. آه في ساعات شدتنا وقلقنا وخفنا في ساعات شدتنا وقلقنا وخفنا. تستعدني واستردك يا صديقي.